مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. دخل المسار السياسي في الصومال مرحلة أكثر غموضا نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. جامعة الدول العربية أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد. وتتابع الجامعة العربية عن كثب هذه التطورات وتدعو الأطراف الصومالية كافة إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به. حول الأزمة الصومالية وطرق الخروج من النفق المظلم هناك والتزام الجامعة العربية بمساندة الجهود الرامية كافة إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي. يدور حوارنا اليوم مع ضيفنا الكريم والعزيز الأستاذ حسن بديع الكاتب والمحلل السياسي المعروف نائب رئيس تحرير الأهرام السابق. وبرحب بحضرتك طبعا بداية. أهلا بك يا أستاذ عمرو. وأستاذنك نبدأ الحوار مباشرة ولكن بعد هذا التقرير. تزود الصومال حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة الصومالية من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية كان آخرها أوائل الشهر الجاري. هذه الحالة من الخلاف السياسي جعلت مقديشيو ساحة للمواجهة المسلحة بين القوات الحكومية وقوات موالية لكتلة المرشحين في سباق الرئاسة والتي تتألف من 14 مرشحا رئاسيا. وتجددت الاشتباكات مؤخرا إثر محاولة بعض المرشحين التوجه إلى ساحة الجندي المجهول حيث كان من المقرر عقد مظاهرات موالية للحكومة فيها في اليوم ذاته. وتقول كتلة المرشحين إن هدفها هو التصدي لممارسات الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات بخصوص طريقة إجرائها واللجان الموكل إليها إدارة السباق فيها ومن أبرز أعضائها الرئيس السابق حسن شيخ محمود. في غضون ذلك أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات الصلة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد. وطلبت الجامعة في بيان لها بضرورة إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي. المراقبون للمشهد يرون أن جوهر الخلاف يدور في فلك البروتوكولات التنفيذية وهو الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين طرفي النزاع ووضع الخطط العريضة للانتخابات متضمنا 15 بندا وحدد إجراء الاقتراع غير المباشر في الانتخابات بالنظام العشائري المعروف منذ عام 2000 في الصومال وحدد 11 مركزا للاقتراع بواقع 2 لكل ولاية من الولايات الخمسة إضافة إلى العاصمة مقديشو. ورحبت جميع المكونات السياسية بالاتفاق لكن البروتوكولات التنفيذية أضحت نقطة الاحتقان السياسي بين الحكومة والمعارضة بعد محاولات الرئيس فرماجو استغلال حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية في المسار التنفيذي للانتخابات وهو الأمر الذي يعرض كل المكاسب التي تحققت على طاولة المفاوضات في الصومال العقد الماضي للخطر مع استغلال الجماعات الإرهابية المتطرفة للموقف وعلى رأسها حركة الشباب المتطرفة والعناصر التابعة لها وقيامهم بالتفجيرات الانتحارية وتصعيد أعمال العنف بما يهدد الأمن والاستقرار ليس للصومال فحسب بل في القارة الإفريقية كلها. مرة تانية برحب بحضرتك الكاتب الكبير الأستاذ حسن بديع المحلل السياسي المعروف. أستاذ حسن، بعد سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في الصومال ذهب الرجل وذهبت معه الدولة الصومالية. اللي احنا عايزين نعرفه بقى لماذا الأزمة الصومالية ما زالت تراوح مكانها وكلما تخيلنا أو تصورنا أن هناك أفقا للحل نجد الصومال تنتكس
مرة أخرى من جديد. حقيقة للأسف الشديد الصومال هي صورة مجسدة للواقع العربي المؤلم، وصورة واضحة جدا للتمزق العربي ولما كان يراد أن يحدث للأمة العربية مجتمعة ولمصر وغيرها من الدول العربية. بس هي الصومال سبقت شوية، بدأت مبكرا عن جميع الدول العربية، يعني هي أول من طبق عليها الفوضى الخلاقة أو ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو الكبير، والقائم على تقسيم البلدان إلى دويلات وإحياء النزعات العرقية والقبلية والدينية والعنصرية والتفتيت كل دولة عربية على حدة. الصومال بدأت بدري، بدأت مبكرا من قرابة 25 سنة تقريبا، يعني بعد آخر عهد الصومال بالاستقرار كان في عهد الرئيس محمد سيد دري، قبلها كان الرئيس عبد الرشيد شارماركي قائد التحرير الصومالي وقائد حركة التحرر الوطني اللي حرر الصومال من الاستعمار الأجنبي. منذ قرابة ربع قرن نحن والصومال تعاني من هذه المشكلة. جه رئيس والرئيس فارح عديد وجه رئيس آخر، لكن في النهاية لم يكن رئيس بمعنى الكلمة، بمعنى أنه لم يكن مسيطرا بالكامل أو على كل أراضي الصومال، أو تكون هناك دولة مركزية قوية من مقديشو تحكم بقوة على غرار أي دولة مركزية عربية في أي قطر عربي. لكن الصومال أصبح للأسف منذ ذلك التاريخ ونتيجة عوامل وظروف عديدة جدا أفريقية ودولية وعربية ومحلية، أصبحت الصومال أرض خصبة تماما لكل أنواع المؤامرات والدسائس العالمية، حتى أصبحت محطة رئيسية مركزية لأجهزة المخابرات في العالم، وأصبحت قاعدة أساسية يعبث فيها كل من له أطماع استعمارية في أفريقيا في القرن الأفريقي في البحر الأحمر وبالتالي وفي الوطن العربي طبعا. ويمكن ده السبب الرئيسي لما يحدث في الصومال. ضيف على ذلك أنه للأسف الشديد سقطت الصومال وسقط المجتمع الصومالي في مستنقع الطائفية والقبلية، ولا توجد هناك دولة مركزية بمعنى الكلمة ولا حتى مؤسسة عسكرية وطنية قوية متماسكة. يعني ما يحدث أو ما يحدث في الصومال تعرضت لها دول عربية أخرى أو دول عربية كادت تتعرض له، لكنها الحمد لله نجت وتم إنقاذها بفضل وجود على الأقل مؤسسة عسكرية قوية وطنية. ده اللي شفناه في مصر، المؤسسة العسكرية المصرية العظيمة التاريخية نجت مصر وحمت مصر وقادت مصر ونجحت أنها تعبر بمصر كل المؤامرات إلى حد كبير. نسبيا نجد أن هناك المؤسسة العسكرية الليبية في ليبيا حافظت على الحد الأدنى من الدور الوطني الليبي والوجه الوطني الليبي. نجد نفس الشيء إلى حد كبير ما في السودان في سوريا في دول عربية عديدة جدا. بس أيام الرئيس محمد سيد دري كان في مؤسسة عسكرية في الصومال، وكان الرجل يعني بيحضر احتفالات كل سنة ويقيم عروض عسكرية للجيش الصومالي. أين ذهب الجيش الصومالي؟ هو ده السؤال. هو يبدو أن في ظل غيبة الأمة العربية وغيبة الاهتمام العربي بالصومال وعدم وجود قيادة قوية حاكمة يلتف حولها الشعب الصومالي كله بعد الرئيس سياد بري اللي كان فترته فترة استقرار، رغم انها كانت استقرار امني وسياسي داخلي ولم تكن استقرار حتى في تحالفاته الدولية والخارجية، وكان يتنقل من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، ويمكن ده احد اسباب اللي ادت الى الوضع الحالي. كل شيء سقط في مستنقع القبلية والطائفية وتم تغذيتها من دوائر غربية واستعمارية وأجهزة مخابرات، حتى أصبحت الصومال اليوم قاعدة أساسية لكل زي ما قلت لحضرتك أجهزة المخابرات الأجنبية والغربية والأطماع الأجنبية من الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والإيطالية لأن لها دور تاريخ استعماري كبير في الصومال والفرنسية. ثم اكتملت الصورة بالاختراق التركي والاختراق الإيراني وطبعا الروسي والصيني، الكل يعبس في الصومال. وبالتالي الصومال في تقديري تحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة سريعة
يجب أن تكون عربية أفريقية بالدرجة الأولى وتحت مظلة من المجتمع الدولي وتحت حماية ودعم من الأمم المتحدة. ما هنا السؤال أستاذ حسن، يعني الصومال معروف أنها في منطقة القرن الإفريقي وهي منطقة استراتيجية بتشرف على الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وأيضا بالتأكيد ما يوصل إلى قناة السويس. صحيح. كيف يترك المجتمع الدولي هذه المنطقة الاستراتيجية هكذا في مهب الريح، وإن يستوطنها العصابات الإرهابية المجرمة التي من الممكن أن تهدد مسارات التجارة العالمية؟ للأسف الشديد المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي لا يهتم إلا بمصالحه، ولا يهتم إلا بتنفيذ وتطبيق خططه سواء الاستعمارية أو الاستغلالية أو الاقتصادية، ولا يهتم بمسائل السلام والاستقرار وتنمية الشعوب أو أي شيء من هذا القبيل. ومن مصلحة القوى الاستعمارية الكبرى أن تدمر الصومال وأن تمزق كما هي الوضع الآن. هذا يسهل لهم السيطرة على القرن الأفريقي، يسهل لهم التواجد في البحر الأحمر، يسهل لهم تهديد قناة السويس من بعيد لبعيد كده عند الضرورة، يسهل لهم أن يكون لهم وجود قوي يشكل ضغطا ما، أو هكذا يتصورون ويتخيلون على الدول القوية في المنطقة والراسخة زي مصر وغيرها. وبالتالي ده من مصلحتهم للأسف ومن مصلحة الاستعمار الغربي، لكن ساعد على ذلك الوضع الصومالي الداخلي المهترئ والممزق بين القبائل، وعدم وجود قيادة وطنية صومالية يستطيع أن يلتف حولها الشعب الصومالي، ودي مسألة هامة جدا. قيادة ترتفع على قبلية وعن النزاعات العرقية، قيادة تستطيع أن يلتف حول الشعب الصومالي في ولاياته الخمس وتحقق الطموحات الوطنية للشعب الصومالي وتتصدى لكل أنواع الغزو الخارجي الذي يأتي للصومال عبر شركات وسماسرة وأجهزة مخابرات وعصابات تخريبية من القاعدة وداعش وغيرها، وكلها تعمل أدوات في النهاية كما نعلم لأجهزة مخابرات معادية تماما، ولها خططها الخاصة ولها أجندتها الخاصة في التعامل مع الوطن العربي. طيب، هو معروف ان جماعة الدول العربية يعني اعربت عن قلقها البالغ ازاء تصاعد اعمال العنف في الصومال، وواضح ان في اشكالية في اجراء الانتخابات سواء التشريعية او الرئاسية. هل هذه الانتخابات معضلة في حد ذاتها ان تجرى في بلد غير مستقر بالمرة، ولا كما يقال ان الرئيس الصومالي الحالي محمد عبد الله فرماجو هو متمسك بأن يكون طرفا في كل حل، ويعني كما يقولون السلطة لها برقها؟ يعني بالتأكيد، وللأسف ده داء عندنا في العالم الثالث ككل. لا أحد يريد أن يترك الكرسي الذي يجلس عليه حتى لو كان على جثة شعبه وبلده، للأسف الشديد. وطبعا زي ما قلت لحضرتك، هو وضع مرتبط بالأوضاع الداخلية المهترئة، بأوضاع الشركات المتعددة الجنسية التي بدأت تغزو الصومال، بالاحتكارات الدولية والخطيرة اللي بتنهب الثروات الطبيعية في الصومال. والصومال بلد غني جدا على فكرة، مش غني فقط بموقعه الاستراتيجي، كان غني بثرواته وإمكانياته الطبيعية، وغني أنه لديه قدرة، يمكن أن يكون لديه قدرة اقتصادية عليها ويكون من أفضل وأغنى الدول العربية والأفريقية. لكن هو ضحية مؤامرات دولية عديدة، وأنا متصور أن القصة ليست في انتخابات رئاسة جمهورية، ربما أراها والله أعلم أنها خطوة متعجلة بعد الشيء. القصة في رأيي أو المدخل الصحيح لحل الأزمة الصومالية أن يتم أولا توافق وطني داخلي واتفاق على ميثاق وطني وخطة متدرجة متعددة المراحل يتم خلال عام أو عامين على الأكثر عودة الحياة الطبيعية كاملة في الصومال في كافة المجالات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا سياسيا وكل شيء، وإنهاء كل المظاهر العنف والمظاهر المسلحة والقوى المسلحة، وإبعاد كل المرتزقة والمجرمين خارج الصومال، وتطهير الصومال من الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش وغيرها ممن بتكتفي دائما بدور أنها أداة في تنفيذ المخططات الخارجية، وإقامة نوع من أنواع الإشراف في تقديري العربي والأفريقي المشترك تحت
مظلة الأمم المتحدة تشرف على إجراء الفترة الانتقالية وعلى إجراء انتخابات نزيهة حرة حقيقية بإشراف دولي، وعلى الوصول إلى مجلس وطني صومالي يعبر عن واقع وحال الشعب العربي الصومالي بكل تكويناته المختلفة، ولا يعني نرى قبيلة بعينها مسيطرة أو اتجاه معين مسيطر. وأعتقد أن الفترة الانتقالية دي ضرورية قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية، وأن يتم إعداد دستور دائم للصومال يكون نقلة للمجتمع الصومالي، وتعود الدولة الصومالية مرة أخرى في شكل مؤسسات. هذه هي البداية الصحيحة، أم تكون هناك دولة صومالية بمؤسسات وطنية، المؤسسة الأمنية، المؤسسة القضائية، المؤسسة العسكرية، ويتم النقل التدريجي. وأعتقد أن مصر لديها خبرات هائلة في هذا المجال، نحن دولة نمتلك الكثير في هذا المجال، ونستطيع أن نساعد كثيرا ونقود هذا التحول التاريخي لصالح الشعب الصومالي، لأن مصر والصومال يتمتع بعلاقات طيبة وقوية. نحن أشقاء، نحن نكاد نكون شعبا واحدا منذ فجر التاريخ، منذ آلاف السنين، منذ أن كانت الصومال بلاد بونت وأرض بونت، ومن أيام أجدادنا الفراعنة وهكذا. فأعتقد ده المدخل الصحيح والوحيد الذي يمكن إنهاء الأزمة الصومالية من خلاله، وحماية في الوقت نفسه الأمن القومي لبلدان عربية أخرى كثيرة تتأثر وتأثرت وتتأثر وسوف تتأثر، ويتأثر أمنها القومي بحالة الفوضى العارمة في الصومال العربي الشقيق. طيب، يعني مفتاح الحل في الأزمة الصومالية هل هو في تخلي الرئيس الحالي عن السلطة وعدم كونه طرفا من أطراف حل الأزمة الصومالية، ولا الوصول إلى حالة من الرضا العام لدى القبائل والشعب الصومالي؟ لأن احنا عارفين ان في ولايتين من الخمس ولايات في جوبالاند وبونتلاند معترضين على شرعية الرئيس الحالي. اين يكمن مفتاح الحل، ولا في تأسيس أجهزة أمنية تحافظ على ما تبقى من الدولة الصومالية؟ انا في تقديري احنا محتاجين انشاء مؤسسات للدولة الصومالية تعود كما كانت وافضل، وفي تقديري ان احنا محتاجين فترة انتقالية، يجب ان يكون هناك في تصوري شكل من اشكال القيادة او الحكم الجماعي، بمعنى ان يكون هناك مجلس سيادي او اي شيء من هذا القبيل كفترة انتقالية، مع الحفاظ على الرئيس الحالي واستمراره ووجوده، وأن تكون هناك قيادة جماعية تستطيع أن تنقل الصومال كمرحلة انتقالية إلى وضع أكثر استقرارا من خلال انتخابات بإشراف دولي، ومن خلال دستور ولو مؤقت يتم من خلاله إجراء العملية السياسية والديمقراطية والانتخابية في الصومال، بحيث يستطيع الصومال أن يعبر هذه الأزمة. وأنا أعتقد أن في دور كبير جدا على الجامعة العربية أنها تلعبه في هذا المجال، وعليها ألا تكتفي بمجرد القلق فقط لا غير، لا، المطلوب أنا في تصوري خطوات إيجابية عديدة، ويمكن بخطة عربية شاملة بتقل مصر وثقلها التاريخي وبالإمكانيات المالية الضخمة الموجودة لدى بعض الدول العربية نستطيع أن ننتشر الصومال وأن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخه. طب أستاذ من حضرتك ومشاهدينا في كل مكان، معنا على الهاتف الدكتور عبد الناصر مأمون، خبير الدراسات الإفريقية بمركز رع للدراسات الاستراتيجية. دكتور عبد الناصر، برحب بحضرتك معنا، ونسألك أين يكمن مفتاح حل الأزمة الصومالية برأيك؟ لأن هذه الأزمة جاوزت الربع قرن وهي تراوح مكانها بدون حل. تحياتي ليك عمرو بيه ولضيفك الكريم وللساده المشاهدين. شكرا. بادي ذي بدء، تعالى نقول ان تاخر عمليه بناء الدوله او اعاده بناء الدوله في الصومال يعود لبعض اسباب خارجه عن اراده الرئاسه الحاليه المشكوك في شرعيتها الان. وجود تركيا ودخولها على خط الانحلال الاستقرار داخل العمق الصومالي كان له اثر بالغ في تعطيل قيام الدوله او تعطيل قيام مؤسسات الدولة الحاكمة. النهاردة تركيا باسلوب او باخر لها قاعدة عسكرية في الكسوم، لها استثمارات عالية، لها تدخل في القرار لدرجة انها انشأت قوات موهنية للرئيس الحالي جورجور اكتر تصل حوالي 5000 عنصر تقاتل في الشارع اليوم ضد قوات المعارضة.
حل المشكله الصوماليه زي ما قال ضيفك الكريم يكمن في تدخل دولي سريع وتدخل عربي، بحكم ان الصومال رقم مهم جدا في صياغه الامن القومي العربي يصعب تجاوزه. السودان او بدأ النهارده عطلت انتخاباتها الرئاسيه بفعل فاعل، لان الرئيس الحالي كان بصدد انشاء او اقحام بعض رؤساء العشائر الموالين له في انتخابات البرلمان اللي المفروض كانت تمت من اكثر من شهرين، لان البرلمان هو منوط به اختيار رئيس الجمهوريه. لذلك على المجتمع الدولي ان يقيم لجنه مشرفه ويكون بمشاركه عربيه قويه لاعاده انتخاب البرلمان لكي يصبح مؤهلا لاختيار رئيس الجمهوريه. هناك من يتهم الرئيس الحالي فرماجو بانه هو جزء اساسي من هذه الازمه، وانه يريد ان يعتمد فكره الحزب الواحد كنظام لحكم الصومال. برايك هل هذا الكلام يصيب موضعا صحيحا في الازمه؟ اكيد الرئيس فرماجو اصبح جزء من المشكله وليس من حلها. فرماجو ليس معه اي تأييد شعبي في الشارع النهارده. المعارضه اكتسبت ارض واسعه جدا ضده. حركه الشباب النهارده بتجاهد تركيا اللي كانت مواليه ليها او كانت متوافقه معها ايديولوجيين بسبب موالاه فرماجو لتركيا وحمايه تركيا لفرماجو. النهارده فرماجو اصبح جزء للاسف من المشكله وليس من الحل. هو مين اللي اجل الانتخابات الصوماليه اليوم؟ فرماجو ده اللي اجل من غير مسمى، لانه لا يثق في اعاده انتخاب مره اخرى. لذلك لابد من تشكيل هيئه دوليه تشرف على نزاهه انتخابات فيما يخص مجلس النواب وانتخابات الرئاسه القادمه. لابد من قيام مؤسسه دوليه بحمايه هذه الانتخابات ورعايتها والتاثير فيها. وانا اتمنى ان يكون للجامعه العربيه ان تدلو دورها في هذه الانتخابات، بحكم ان ذلك قد يكون خطوه لارجاع الصومال الى الحظيره العربيه مره اخرى. طيب يعني هل توفرت الاراده الدوليه الحقيقيه لحل الازمه الصوماليه؟ أم أن كل ما يثار حولها ربما يكون زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل؟ تعلم يا صديقي أن السياسة الدولية تحكمها مصالح ومؤامات دولية. تركيا أصبحت جزء من المشكلة الصومالية للأسف الشديد. لابد من كبح جماح أردوغان الذي أصبح يعيس في أفريقيا فسادا. النهاردة تركيا موجودة بقوات موالية ومدربة ومعسكرة ومعدة من معدات تركيا في الشارع الصومالي. الدبابات التركية اللي خرجت من تريكسوم اللي هي القاعدة العسكرية في الصومال خرجت الخميس والجمعة اللي فاتوا دولا، كانت في الشارع بتقاتل المعارضين. دبابات تركية ده احتلال، صورة أخرى من احتلال. لذلك المجتمع الدولي إن أراد وإن صحت النية عليه أولا أن يقوم بتحييد تركيا خارج مشكلة الصومال. هذا بادئ ذي بدء. على الجامعة العربية أن تضغط على المؤسسات الفاعلة الدولية وخصوصا مجلس الأمن لاتخاذ قرار سريع جدا بتكوين هيئة دولية للإشراف على الانتخابات فورا. طيب يعني برأيك على من يقع عبء تكوين او اعاده تاسيس المؤسسات الامنيه الصوماليه والجيش الصومالي؟ لان الصومال معروف انها دوله فقيره جدا لا تمتلك المال، ايضا هي دوله قبليه منقسمه قبليا على نفسها. عربيا واسلاميا يزعجنا للاسف ما قلته سعادتك انها اصبحت دوله فقيره. الصومال التي كانت تغذي العالم العربي والاسلامي الو دكتور عبد الناصر، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الناصر مأمون خبير الدراسات الإفريقية بمركز راعى للدراسات الاستراتيجية. عموما بنشكر حضرتك جزيل الشكر. الكاتب الكبير الأستاذ حسن بديع، الصومال هذا الجزء المهم في القرن الإفريقي، من سمح لأردوغان أن يقيم قاعدة عسكرية في الصومال؟ هل هذا الأمر هو من بنات أفكاره ومن بنات أفكار السياسة التركية، أم أنه كما يقال عنه دائما يتفق مع الولايات المتحدة في كثير من الأمور ولكن من تحت الطاولة؟ تركيا في ظل وجود أردوغان وقبل أردوغان، إنما هي في ظل وجود أردوغان أهم أحد أدوات السياسة والاستراتيجية الأمريكية بل والإسرائيلية. تركيا لا تستطيع أن تخطو خطوة دون موافقة أمريكية ودون ضوء أخضر أمريكي. تركيا لا تستطيع أن تخطو خطوة دون
الحفاظ على اتفاقها وحلفها الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل. تركيا أساسا مثلما ذهبت إلى ليبيا، مثلما تحاول أن تخترق تونس والجزائر والمغرب الآن، مثلما تحتل أجزاء من سوريا ومن العراق، تركيا الآن لم تكن تجرؤ على التواجد في الصومال لولا موافقة أمريكية، لأن هناك توافق استراتيجي وتركيا عضو في الناتو، ولا يمكن أن تتصادم استراتيجيا مع أمريكا أو فرنسا أو إيطاليا أو إنجلترا أو أي دولة من الدول الأعضاء في الناتو. تركيا تقوم دائما بدور مخلب القط أو المفرزة الأمامية، وتخترق وتتواجد تحقق مصالح خاصة بها، وفي الوقت نفسه تخدم بشكل أو بآخر على المصالح الاستراتيجية الكونية التي تراعي مصالح أمريكا والناتو والغرب بالدرجة الأولى. وبالتالي فهذا التواجد التركي هو تواجد في جوهره استعماري وتواجد إجرابي واحتلالي، على غرار اللي بيعملوه في كل البلدان العربية، وعلى غرار اللي حاولوا ما زالوا يحاولوا يعملوه في السودان الشقيق وفي العديد من البلدان الأفريقية. السودان مش هتشز على الدول الأفريقية، هناك تواجد تركيا ومخططات تركيا في العديد من الدول الأفريقية، هناك محاولات مستميدة من أردوغان لإقامة إمبراطورية تركية عثمانية تكون تابعة للتاج الأمريكي لو صح التعبير. فهي في النهاية جزء من الناتو ومن الغرب الاستعماري، والتواجد التركي هو تواجد معادي للأمة العربية سواء في الصومال أو في غير الصومال، وله أهداف ومصالح. ولا نستطيع أن نتجاهل حركة ما يسمى بالشباب المسلم في الصومال، لأنها اختراق تركي واختراق إيراني واختراق من القاعدة واختراق من داعش، وأداة أيضا للمخططات الغربية. ربما الحل يكمن كما قال الأستاذ الدكتور عبد الناصر، واتفق معه تماما، في إشراف دولي أو إشراف عربي أفريقي تحت مظلة دولية، وفترة انتقالية وإجراء انتخابات تمثل فيها كل أطياف الشعب الصومالي، ويتم سحب السلاح من كل الأطياف الشعب الصومالي على الأقل من السلاح والميليشيات العسكرية، وإبعاد كل المرتزقة وإبعاد كل الأجانب، والوصول لحل توافقي. وتستطيع الجامعة العربية أن تلعب دور في هذا المجال، وتكون هناك فترة انتقالية من حكم جماعي سلطة جماعية قبل الوصول لانتخابات رئاسية بعد كده، أو يتم إعداد دستور ونظام سياسي يتفق مع الواقع الصومالي حتى لو كان يسمح بوجود صلاحيات سيادية لرئيس وزراء وصلاحيات أخرى رئيس جمهورية على غرار النظام الفرنسي. يعني نستطيع أن نصل لحل يلائم الأوضاع الصومالية، وفي نفس وضع استراتيجية للحد من النزاعات القبلية والعشائرية، وهي داء كل بلد عربي على السواء على فكرة، وليس الصومال فقط. أعتقد نحن محتاجون إلى ذلك، ومحتاجون إلى جهد كبير في هذا المجال وعمل دؤوب ودور أكثر إيجابية وأكثر جدية من الجامعة العربية ومن الاتحاد الأفريقي. ولا يجب أن نترك الصومال، هذا البلد العربي الأفريقي العظيم صاحب الحضارة وصاحب التاريخ، نتركه هكذا محتل من قبل قوى أجنبية غاشمة واستعمارية تهدد البلدان العربية جميعا، بصرف النظر عن ما يدور في المجالات الدبلوماسية وأمام شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام، لكن ما يجري في الخفاء عبر أجهزة المخابرات هو الأساس وهو الخطر الحقيقي. طيب، هل تركيا فقط هي من تقف في سبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الصومالية، أم أن هناك أطرافا أخرى تعرقل هذه الانتخابات؟ بالتأكيد هناك أطرافا أخرى دولية ومحلية. تركيا طرف من الأطراف، وتركيا لا تستطيع بمفردها أن تمنع الانتخابات، ولا تجرؤ ولا تقدر، لكن هي تركيا في النهاية ترى أن تعطيل الانتخابات
ودعم بعض القوى سواء الرئيس الحالي أو غيره، هو في النهاية أمر أخذت عليه الموافقة الأمريكية. إذا أرادت أمريكا أن تجري انتخابات في الصومال فلا تركيا ولا غير تركيا تستطيع أن تمنحها. لكن في حقيقة الأمر وحتى لا نضخم الأمور، تركيا تمنع وتشارك في المنع لكنها جزء من منظومة أكبر وأشمل منها. وهناك زي ما قلت يعني في تقديري توافق من الدول الاستعمارية والغربية على أن يبقى الحال على ما هو عليه. ليس من مصلحتهم أن يكون هناك الصومال قوي موحد عربي أفريقي مسلم حقيقي، ليس من مصلحتهم. طب هل من مصلحتهم أن يكون الصومال مركزا ومرتعا للجماعات الإرهابية التي يشتكون من إرهابها في بلادهم؟ هم يشتكون شفويا وكلاميا، لكن حقيقة الأمر هم يدعمونه. هناك العديد من الدول الكبرى رأسها أمريكا بريطانيا لم يعلنوا أن على سبيل المثال جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولم يعلنوا وهم يعلموا جيدا أن هذه الجماعات كلها تقريبا هي صنيعة لأجهزة المخابرات البريطانية والمخابرات المركزية الأمريكية فيما بعد، وهي أحد أهم الأدوات التي تستخدم في العديد من البلدان العربية والأفريقية والإسلامية. وبالتالي هناك توافق استراتيجي، حقيقة الأمر هناك توافق استراتيجي قائم، وهذه التنظيمات أداة هامة جدا جدا في تنفيذ كل المخططات من سنة 28 ومن سنة 1917 من يوم وعد بيلفور لحد يومنا هذا. طيب ما الذي بقي من مؤسسات الدولة الصومالية حتى الآن ويمكن البناء عليه في طريق أو في سبيل استعادة الدولة الصومالية؟ يعني مع تقديري ربما تكون هناك بقايا شكل وهمي كده لمؤسسة الرئاسة، وإن كان طبعا عليها مليون تحفظ يعني محدود يملك، لكن أنا أتصور أن يتم تكوين مجلس سيادي من رؤساء القبائل والقوى والقوى الفاعلة في المجتمع الصومالي، وأن يكون هناك تمثيل عادل وحقيقي لكل أطياف الشعب الصومالي وكل ولايات الصومالية، وأن تكون هذه هي البداية الحقيقية، وأن يتم إنشاء قوة عسكرية صومالية وطنية تتبع هذا المجلس السيادي الانتقالي تحت إشراف عربي وأفريقي وتحت إشراف دولي، وأن يتم وضع برنامج وخطة في زمنية يتم الانتقال التدريجي من خلالها إلى مجتمع مستقر تماما ومجتمع له دولة واضحة ذات سيادة، وتنتهي مرحلة الفوضى الرهيبة اللي بيعاني منها الصومال على مدار ربع قرن أو أكتر. طيب زميلي العزيز الأستاذ صبر عبيس مخرج الحلقة من البرنامج بيسألك عن طريق الإيربيس بتاعي، بيقول لك هل إثيوبيا لها دور في تأزم الوضع في الصومال؟ بالتأكيد، ولا ننسى أن إثيوبيا في النهاية ينطبق عليها ما قلناه عن تركيا، هي أداة وأداة تعمل بلقمتها، أداة تعمل مقابل تنفيذ بعض المصالح والمكاسب لها. يعني الأداء الأثيوبي نراه في العديد من القضايا بدون يعني ما نخش فيها، أداء معادي بالطبيعة للأمة العربية وأداء معادي لوجود أمة عربية، وفي النهاية هو أداء جزء لا يتجزأ من الاحتكارات الاستعمارية العالمية. ويمكن موقف المعادي الأثيوبي من السودان الشقيق واعتداءه على الأرض الوطنية السودانية وما يفعله من تحرش واعتداءات على السودان يبين طبيعة الموقف الأثيوبي المعادي تماما للأمة العربية ككل. وهناك دور أثيوبي لا يختلف مع الدور التركي ولا الدور الإسرائيلي ولا الدور الاستعماري الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني في الصومال. طيب العرب والجامعة العربية عندما تشارك في وضع خطة لإنقاذ الصومال من هذه المأساة اللي هي ممتدة لحوالي ربع قرن، هل هي فقط تملك الرغبة ولا تملك أدوات التنفيذ، ولا أدوات التنفيذ موجودة عندها؟ هي تملك الرغبة وتملك أدوات التنفيذ لكن تنقصها الإرادة. المطلوب هو الإرادة، المطلوب أن تترجم الرغبة وتترجم أدوات التنفيذ إلى إرادة وخطوات فعلية وعملية
واجراءات عمليه. وكان الجامعه العربيه دور قبل كده جميل جدا وجيد الى حد كبير في معالجه الازمه اللبنانيه في سبعينيات القرن الماضي ايام مؤتمر الطائف بالضبط، وفي ازمه الاردن في 70 وبين المقاومه الفلسطينيه والملك حسين، وفي العديد من الازمات العربيه هنا وهناك. وتستطيع ان تلعب هذا الدور، وعلى الدول العربيه الرئيسيه الكبيره ان تدفع الجامعه العربيه دفعا الى ان تلعب هذا الدور الحيوي، لان ما يحدث في الصومال يرتد علينا على البلدان العربية الأخرى الأفضل حالا أو الأكثر استقرارا، لأن ما ينفذ في السودان كان يراد تنفيذه في جميع البلدان العربية بلا استثناء، في الصومال آسف، ما ينفذ في الصومال كان يراد تطبيقه في جميع البلدان العربية بلا استثناء، وما زال يراد تنفيذه في البلدان العربية لو سمحت الفرصة. طيب هنا السؤال اللي بيفرض نفسه، ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال فشل الوصول إلى حلول فورية لهذه الأزمة المستعصية؟ أنا أعتقد، وده رأيي الشخصي وأتمنى أنه يطلع بإذن الله غلط، أن الأزمة ستستمر وأنها لا حل في ظل الوضع الحالي والمعطيات الحالية في الواقع الصومالي، وأنها لن تجرى انتخابات رئاسية في الصومال، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، لأن المطلوب أن يبقى الصومال ممزق وأن يبقى كبروفة وتجربة لباقي البلدان العربية الأخرى، وأن تبقى الاحتكارات والاستغلال الاستعماري الخارجي مستمر في الصومال، وأن تبقى الصومال قاعدة تهدد أمتها العربية وتهدد أفريقيا، وقاعدة تساعد على السيطرة على البحر الأحمر اللي هو بحيرة عربية يراد له ألا يكون كذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن لن تنتهي الأزمة في ظل الأوضاع الحالية، ولم تجرى انتخابات رئاسية ما لم يكن هناك خطة دولية معتمدة وإشراف دولي وعربي وأفريقي من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وأن يتم وضع خطة تدريجية ومراحل زمنية لنقل الشعب الصومالي وتشكيل مجلس سيادي حاكم جماعي قيادة جماعية للصومال كفترة انتقالية، لن يحدث شيء وسيبقى الوضع ما هو عليه. طيب ما هنا السؤال برضو، يعني كيف يمكن الوصول إلى حالة من الرضا العام في مجتمع قبلي، لأن في قبائل معترضة على إجراء الانتخابات، إزاي نوصل لحالة من الرضا العام؟ نزيل اعتراضها ونشوف أسباب الاعتراض ونوصل إلى حالة من حالات الرضا والتوافق العام من الداخلي من خلال الحوار الوطني الصومالي بين أطياف المجتمع الصومالي، ونصل إلى نقطة التقاء، ويستطيع المجتمع الدولي إن أراد، لأن ربما تكون القضية الصومالية ليست ساخنة على جدول أعمال المجتمع الدولي، إذا كانت القضية الفلسطينية متراجعة وليست ساخنة الأخرى، وبالتالي إذا أراد المجتمع الدولي وإذا أراد الاتحاد الأفريقي وإذا أرادت الجامعة العربية نستطيع أن نصل إلى هذا الأمر وأن تشرف على معنا الإجراءات اللي هتتم في الصومال دي مش هتتم في يوم وليلة، إنما هيسبقها حوار وحوار مع كل الأطياف الصومالية وإشراف دولي دقيق والوصول لحلول تنتج على قرارات وسياسات تطبق وتنفذ في الواقع وفي خلال فترة انتقالية قد تصل لعام أو عامين، وبالتالي إحنا مش هننقل فجأة كده في لحظة في يوم وليلة هننقل نغير الواقع أو الحال في الصومال من حال إلى حال، لا مش هيحصل الكلام. لكن أنا رأيي إجراء حوار مع كل القبائل الصومالية والوصول إلى نقطة اتفاق بينهم ومحاولة تذليل الصعوبات والعقبات والأسباب التي تفشل الحوار وتمنع الوصول بالمجتمع الصومالي إلى مجتمع استقرار ودولة مركزية واحدة تستطيع أن تحافظ على الصومال والوطن الصومالي، أعتقد أن احنا ممكن نوصل للحالة دي من خلال هذا الأمر. يعني هو في حاجة محتاجة تحليل نفسي شوية لبعض نفسيات حكام العالم الثالث، ما الذي يغري رجلا مثل الرئيس فارماجو أن يتمسك بالسلطة في بلد مهلهل لا سلطة فيه أساسا؟ يعني يكفي أن يكون عليه السلطة على قصر رئاسي أو المدينة التي يقيم فيها هي طبعا زي ما قلت لحضرتك أبعاد نفسية وأبعاد سياسية وأبعاد مخابراتية وكلهم أدوات وكلهم يعملون بشكل أو بآخر لحساب قوى استعمارية. لو كان هو أو غيره يرى ومؤمن أن شرعيته تستمد من الشعب ومن بلده ما كان
طبعا يصل إلى هذا الحال وما كانت الصومال تصل إلى هذا الحال بأي حال من الأحوال. ولذلك أنا متصور إحنا محتاجين جيل جديد شبابي صومالي جيل أكثر يكون بريء من كل هذه الحسابات الإقليمية والحسابات القبلية المعقدة والمركبة، وبريء من أنواع فساد عديدة شهدها الصومال على مدار ربع القرن الماضي، فساد بكل ما تحمله بالكلمة من معنى. جيل جديد يكون خارج دائرة أمراء الحرب والذين أثروا ثراء فاحشا مرة بأسلوب قطع الطريق والقراصنة، مرة بالتجار في السلاح والتجار في الممنوعات، أشياء كثيرة جدا. إحنا محتاجين أن ننقذ الشعب الصومالي من الجهل، من الفقر، من المرض، من التخلف. الشعب الصومالي لا يهي كفاءات ولا يهي عقول جيدة ولا يهي إمكانيات يمكن أن يكون من أعظم الشعوب العربية والإسلامية. وبالتالي يعني هي موقف صعب وأزمة تبني الجسد العربي فعلا على غرار الأزمات الأخرى التي تعاني منها الأمة العربية. يعني هو في موقف تاريخي غريب بالتأكيد حضرتك تذكره، كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب أرسل قوات إلى الصومال والشعب الصومالي حاربها بشدة وانتصر عليها، وأكبر القوات الأمريكية على الجلاء عن الصومال. كيف لشعب بهذه المواصفات ألا يتفق في الوقت الحالي على مصلحته الوطنية؟ وسحى الجنود الأمريكان. نعم كمان نعم. وقدم رسالة بليغة للعالم الخارجي. ولذلك أنا بقول إن أنا براهن على الشعب الصومالي، شعب عريق لديه حضارة عريقة منذ آلاف السنين، نحن على علاقات أخوية مع أشقائنا منذ آلاف السنين. وأنا براهن على العمق الحضاري والتاريخي لشعبنا العربي في الصومال، وبقول إنه قادر، يا إما تظهر قيادة وطنية من الشعب الصومالي زعامة بالضبط، يعني يلتف حوله الجميع. بالضبط. واحنا بدأنا كعرب نحن نحتاج الزعامة دائما على فكرة، وعندنا في أمتنا العربية كثيرة وفي العديد من الدول الأخرى كثيرا ما تصنع الزعامة التاريخ على فكرة حقيقي. وبالتالي يعني الصومالي يكون محتاج زعامة وطنية بارزة تستطيع أن تجمع الشعب الصومالي حولها على غرار الرئيس عبد الرشيد شارماركي قائد التحرر الوطني الصومالي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أو من خلال زي ما قلت مشاركة ودعم وإشراف عربي وأفريقي يستطيع أن ينقل السودان الصومال نقلة أخرى كفترة انتقالية، يستطيع أن يصل إلى مرحلة من مراحل الاستقرار، ثم تظهر قيادات الطبيعية بعد ذلك للشعب الصومالي ويقدم قياداته العادية خالص، وتبتدي الأمور تتطور تطور إيجابي منطقي بيحدث في كل جميع شعوب العالم، والصومال ليس بدعة في ذلك. حقيقي أنا استمتعت جدا بحواري مع حضرتك الكاتب الكبير الأستاذ حسن بديع، الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا وشرفتنا. الشرف لي يا فندم، وظهوري في تلفزيون الشعب المصري ده مهم جدا وشرف حضرتك. شرف لينا. الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان. دمتم ودامت مصر بخير إن شاء الله. في أمان الله.